كنت جالس كده في مجلس مناقشة، بس اسمها المناقشة الذوقية. يعني ايه؟ يعني عم بنعيش المعاني الجميلة. فأحد التلاميذ قال لي، هنا الله تبارك وتعالى قال إنك حميد مجيد، إنه حميد مجيد، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وفي الصلوات نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هناك قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه هو يتكلم عن ذاته تبارك وتعالى. أما أنا وأنا في صلاتي في حال القرب وأنا جالس بين يدي ربي تبارك وتعالى أقول له إنك، إنك، وكأني في حال القرب مع الله تبارك وتعالى وأقول له إنك أنت، إنك أنت يا حبيبي، إنك أنت يا خالقي، إنك أنت يا رازقي، إنك أنت يا موجدي، إنك أنت يا من ألهمتني ذكرك، إنك أنت يا من ألهمتني شكرك، إنك أنت يا من ألهمتني حسن عبادتك، إنك أنت يا من ألهمتني الصبر على الشدائد في الحياة، إنك أنت يا من ألهمتني أن أحسن إلى الآخرين، إنك، إنك حميد مجيد. وكأن الإنسان حينما يعيش في معنى إنك، إنه، إنك حميد مجيد، فأنت الذي لك الحمد كله، وأنت الذي لك المجد كله يا رب العالمين. الاستشعار، الاستشعار بالطاعات، الاستشعار بالطاعات بيعطينا جو من التذوق والأنس بالله تبارك وتعالى، والفهم والوعي لهذه الحياة كيف نعيش فيها وكيف نتصرف فيها. فالحقيقة فكنا نتكلم على إنه حميد مجيد وإنك حميد مجيد، فقلنا حينما تكلم عن بلسان العظمة فقال إنه حميد مجيد رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. من الذي سيرحمهم؟ هو الله. ومن الذي سيباركهم؟ هو الله. ولكن من حقي أنا كعبد من عباد الله، من أتباع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار الأبرار الكرام وصحابته الغر المحجلين صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، من حقي أن أقول لربي اللهم إني أسألك يا من قلت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أن ترزقنا من هذه الرحمات التي جعلتها لأهل البيت يا رب العالمين، وأن ترزقنا من هذه البركات التي جعلتها لأهل البيت. فأنا أطلب ذلك من رب الأرض والسماوات الذي خلق البركات وخلق الرحمات وأنزل الرحمات وأنزل البركات، فأنا أطلب منه لي ولأولادي ولبيوتي ولكم جميعا. وكل منكم يقول اللهم إني أسألك أن تمن علينا بالرحمات التي مننت بها على آل البيت، وتمن علينا من البركات التي مننت بها على أهل البيت. نطلب من ربنا تبارك وتعالى، فهو صاحب الأمر كله، وهو الذي قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فالتذوق، إن الإنسان يتذوق النص القرآني أو يتذوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيخرج بمفاهيم جديدة، بيخرج بمشاعر، بأحاسيس، بيخرج بيشعر بمعية الله تبارك وتعالى جدا. والله وأقسم بالله الذي يدخل في مثل هذه الإشراقات لا يشعر لا بجوع ولا بعطش ولا بحر ولا ببرد، ولا يشعر بحاجة غير أنه هو في معية الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فتخيلوا هذا الإحساس لما نكون مع الله تبارك وتعالى، وتجد أن الله تبارك وتعالى جعل الكون من حولك يعني مسخر لك، وأنت فيه آمن، وأنت فيه غير مشرد، وأنت فيه غير مهاجر، وأنت فيه غير مدمر، وإنما جعلك تعيش في سلام، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خدت بال حضراتكم الكلام بيجيب بعضه؟ يعني أنا مش محضر الموضوع اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي، بس أنا حسيته أنا لما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، حسيت قد إيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج الكروب. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي، يعني الصحابي قال له يعني وقت كل صلاة عليك يا رسول الله، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك أنت ويغفر ذنبك.